أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين ووجه سموه كذلك بحصر المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الامطار واخضاعها لبرامج التطوير على صعيد البنيه التحتيه وشبكات تصريف المياه وضمان ان تكون بالمعايير والكفاءه اللازمه للاستجابه لمختلف الظروف. كما اشاد سموه بالجهود التي بذلتها الوزارات والجهات المعنيه ذات العلاقه في التعامل مع تجمعات مياه الامطار.